في برنامج العاب الصالات. برنامج العاب الصالات هيتكلم على حاجات كتير، بس هنتكلم على هدف. الهدف هيتكلم على كل ما يخص النشاط الرياضي في النادي الاهلي، وخاصه اكيد الالعاب الجماعيه وكل الالعاب الفرديه عندنا في النادي. هيبين كل حاجه ضد النادي الاهلي، هنتكلم في كل الملفات، هنتكلم على اي حد هيجي على النادي، هنتكلم على لاعبتنا باستفاضه، هنتكلم على كل ما يخص كل اللعيبه في النادي الاهلي واللعيبه في المنتخبات، هنتكلم على كل واحد هيتكلم على النادي ويقول عليه حاجه او يجي على النادي الاهلي في اي حاجه هنتكلم عليه، وهنعرض الموضوع للراي العام، وهنقول الموضوع بوضوح وصراحه، وبوضوح وصراحه وادب، وهو ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. هنستحمل نقد اي حد، ما عندناش مشكله خالص، لان النقد اكيد بنبص عليه علشان نطور من نفسنا، لكن عايزين برضو من جمهورنا لو شايف ملحوظه ممكن يقول لنا، لما يقول لنا اكيد هنكون عايزين نطور من نفسنا. نتمنى ان كل الناس اللي بتهتم بالعاب الصالات وبتهتم بالعاب النادي الاهلي يبعتوا لنا ويقولوا لنا عايزين الجديد، احنا اكيد محتاجين مساعدتكم، لان احنا اكيد هنطور نفسنا معاكم، واكيد احنا طالعين من هنا علشان نتكلم مع جمهور النادي الاهلي، واكيد برضو لازم نقول ان جمهور النادي الاهلي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، دخوله الصالات مهم ودخوله الملعب مهم، ان شاء الله باذن الله معاكم وبيكم هنخش الصالات مره ثانيه، بس هنخش الصالات بالتزام شديد، هندي حاجه جديده للجمهور المصري مع جمهور النادي الاهلي اللي دايما سباق في كل حاجه. بمعنى لما يخش الصاله هيشجع النادي الاهلي، وهيشجع النادي الاهلي بالتزام وقيم ومبادئ النادي الاهلي، علشان مره ثانيه نرجع، لان طول عمر جمهور النادي الاهلي هو اللي بيقود مصر في التشجيع، لان هو رقم واحد عندنا. باذن الله نتمنى باذن الله يوم الاثنين والاربع بنطلع من 8 ل 9. من 8 ل 9 هتكون الحصيله كتيره جدا. ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم، وباذن الله فريق الاعداد هيتعب جدا 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 عشان يجيب كل الاخبار من كل الاماكن وكل الرياضات داخل النادي الاهلي. بكده نقول الف مبروك لبرنامج العاب الصالات، ان شاء الله نتمنى ان نكون عند حسن ظنكم باذن الله.